انت حاسس انك عالمي؟ انت حاسس ولا مش حاسس طبعا ولا اي والله حاجه؟ الحمد لله يعني، والله العظيم، والله دي شهادة والله منك يعني على راسي والله العظيم لا شهادة. والله العظيم يعني بص، اصل انا يعني الناس كلها الحقيقه قلما على فكره يجمع عدد الماجوريتي بتاعت الناس كده، طبعا كمال لله، الحمد لله. لكن انه الناس تجمع بالشكل ده على انه عندنا فنان نقدر نفتخر بيه ونوريه للدنيا كده كارت بلانش من غير ما نبقى يعني قلقانين ربع قلق انه يبقى عندنا محمد ممدوح او تايسون. الحمد لله. الموهبة، الطموح، الشغف بالفن، الاجتهاد، الحاجات دي كلها تخصه هو. النجاح، النجومية، الحاجات دي تخصنا احنا كجمهور. محمد ممدوح قدر يحجز لنفسه مكان في قلوب الناس، قدر يحقق المعادلة الصعبة، وهي ان الحاجات اللي تخصه واللي ما تخصهوش بقت ملك الجمهور. جمهوره اللي واقف ورا ظهره وبيسنده وبيقول له الله عليك يا تايسون. اقعد يا ابني، اقعد. بتعمل ايه؟ اقعد. هي العيال دي كانت شغاله ايه قبل كده؟ كانوا بيتاجروا في حاجه يعني، بيعملوا حاجه مع بعض؟ اه باشا، كانوا بيتاجروا في يعني مثلا ايه، بيع موبايلات، يفتحوا مره كافيه بلاي ستيشن، يعني بيستروا على جرايمهم يا باشا، يعتبر غسيل اموال كده. بس هم فشلوا بعد كده فبطلوا. وهم الاربعه عايشين مع بعض دلوقتي؟ ها؟ لا، ما هو رضا يا باشا بقاله فتره مقاطع اخواته يعني، وسايب البيت. سايب البيت ليه بقى؟ ولا عاطف؟ اه يا باشا، اوعى تكون ياد بتألف حكايات عليا لو قاعد بتحاور. لا يا باشا، ما اقدرش احاور على حضرتك يا باشا، انا بس بحاول يعني اجمع افكاري والضم الحواديت في بعضيها عشان ما انساش حاجه وانا بحكي لحضرتك يعني. ماشي يا اخويا، الضم.